اهلا بيكم. طبعا انتم عارفين ان احنا بدأنا التوتوريال ديت عشان نجاوب على سؤال ليه الكمبيوتر بطيء، ليه الويندو بطيء. الكمبيوتر السريع ده مجرد ما بنشتريه وهو جديد بيبان ان هو سريع، وبعد كده بيبقى بطيء. ايا كان السبب اللي بيخليه بطيء، في طرق كتيرة تساعد الويندو على انها تكون جيدة من غير ما نعمل upgrading للهاردوير. احنا نقدر نعمل حاجة اسمها performance troubleshooter. دوت بيعمل فيكس للبروبلم اللي موجودة في الويندو، بسبب يقدر يقول لك كم واحد داخلين على الكمبيوتر دلوقتي لو هو مشترك مع نتورك، او يقدر يقول لك كم بروجرام شغالين في نفس الوقت. عشان نروح لهذا الكلام بنضرب على ستارت ونروح على كنترول بانل وبنكتب هنا ترابل شوتر في السيرش، السيرش بوكس ده ترابل شوتر، هنا هتوديني على ترابل شوتينج واشياء كتير. هنضغط على ترابل شوتينج وننزل تحت ونضغط على تشيك فور بيتر بيرفورمانس. ادي بيرفورمانس بوب اب زي ما انتم شايفينه كده، هنقول نيكس، نضغط على نيكس. هو بيحاول ديتكتنج البروبلم، بيدور على البروبلم ولقى لي هنا بروبلم. نضرب على مره تانية ونقول ايه اوبن الفيجوال افكت، هو كده بينصحني ان انا اوبن الفيجوال افكت ويزرد عشان اصلح البيرفورمانس. هنعمل نختار ادجست فور بيتر بيرفورمانس ونضغط على نيكس مره تانية، بيقول لي هنا ان اوريدي صلح الفيجوال افكت فيكسد والباور بلان فيكسد. نقول كلوز وكده يبقى احنا صلحنا، وبشكركم جدا.